الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتما للرسل والرسالات، ورضي الله عن أصحابه والصحابيات. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتولى الجميع برحمته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ونشكر لإدارة التعليم الثانوي بمحلية كرري على إتاحة هذه الفرصة لي ولإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الأساتذة والمعلمات في هذه الفرصة الثالثة التي تتاح لنا في هذا المكان الطيب المبارك، من أجل أن نتدارس القضايا التربوية، قضايا التعليمية. وموضوعنا اليوم كيف نغرس القيم، هذا معنى عظيم جدا، ولعل من العنوان واضح أن القيم تغرس، فهي كالشجرة، وأن الذي سيغرس القيم لا بد أن تكون عنده مهارات عالية. فالمزارع الناجح يعرف توقيت الزرع، الأرض الصالحة للزرع، الحبة التي ينبغي أن ينتقيها، فهو ينتقي الأرض وينتقي البذرة ويتعاهد هذه البذرة بالسقاية والرعاية لتخرج الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلذلك القيم تحتاج إلى هذا المعنى، وهذا العنوان مقصود. القيم لها أهمية كبيرة، بل قيمة الإنسان في قيمه، قيمتنا في قيمنا، خاصة عندما تكون القيم منطلقة من قواعد هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. هنا قيم فاضلة يتعارف عليها البشر، لأنها من الفطرة السليمة، من بقايا رسالات الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، وهم أبناء علات، دينهم واحد وأممهم مختلفة. فلذلك هذه القيم هي المنظومة المهمة، وهي قوانين غير مكتوبة، ولذلك هي سبيل للتعارف بين البشر مهما اختلفت الثقافات. إذا كان وجد القيم فإن البشر سيعيش في أمن وأمان بهذه القيم العالية. هل يمكن أن نجعل الناس، كل الناس، يشعروا بمعاناة إخوانهم وجراح إخوانهم؟ أقصر طريق هو ثقافة القيم، أن يشعر الناس. ولذلك نحن نشعر كأمة حتى في جراحاتنا الكثيرة، نشعر أن هناك من عوالم أخرى، من أمم أخرى، من يتعاطف معنا، من يقف معنا، من يصدق في التعامل معنا. والسبب في ذلك أن هؤلاء من أهل الفطرة والقيم، عندهم قيم هي التي تجعلهم يقفوا مع الحق. هل هناك قيم مشتركة بيننا وبين غيرنا؟ أكثر القيم مشتركة، لأننا كما قلنا القيم أصلا من بقايا الأديان، بقايا ما جاء به الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، أيضا مما أنتجته الفطرة السليمة. ولذلك دائما هناك ثقافة عامة، والقيم لذلك يقول هي قوانين غير مكتوبة تحكم وتحدد حياة الناس وحياة البشر. كيف نستطيع إشاعة القيم في أرجاء الدنيا؟ وهذه رسالة المسلم، الإسلام رسالة قيمية، والصحابة عليه من الله الرضوان تمثلوا هذا الدين العظيم. ولما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقل للسائل كان كريما طيبا شجاعا أمينا صادقا. ومعلوم أن خصال الخير احتشدت في رسولنا العظيم حتى مدحه ربنا العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أمنا رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وهي من هي الصديقة بنت الصديق، الفصيحة البليغة، محدثة الفقهاء وفقيهة المحدثين، معلمة النساء والرجال رضي الله عنها وأرضاها، قالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت لقد كان خلق القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه. ولذلك القيم هي رسالة، هي دعوة، هي منهاج، هي قدوة، دون أن يتكلم صاحب هذه القيم. الإسلام انتشر وانتصر بقيم أتباعه، نحن خاصة في أفريقيا، خاصة في أفريقيا خلف الصحراء، معظم البلاد الإسلامية وكذلك الدول يعني جنوب شرق آسيا، هذه المناطق الإسلام دخل إليها بالقيم، لأن الذين حملوا الإسلام لم تكن جيوش فاتحة، وإنما كانوا تجار، وجد الناس فيهم الأمانة، وجد الناس عندهم الصدق، وجد الناس فيهم الرحمة، فسألوهم عن هذه الكمالات، وهذه القيم التي نبحث عنها. سألوهم عن هذه الكمالات، فلما علموا أن السبب فيها هو هذا الدين دخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك أيضا الإسلام انتصر بقيم أتباعه وقيم أصحابه، وأقصر طريق لنشر القيم هو أن نتمثل هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. إذا كانت القيم بهذه الأهمية، فما هي المراد بهذه الكلمة؟ قيم تعني الاعتدال، تعني الثبات، تعني القيام على الحق، هذا طبعا من ناحية اللغة، وتعني كذلك من ناحية الاصطلاح
هي محطات ومقاييس يحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات، هذا مهم. ولذلك الآن أتصرف تصرف معين كلكم تقولوا غلط، تصرف آخر كله نقول صح. لماذا؟ هذه قيم. فالقيم هي قوانين حاكمة لحركة الإنسان وحياة الإنسان، فهي إذن محطات ومقاييس يحكم بها على الأفكار، فكرة صحيحة ولا غلط انطلاقا من قيمنا، تصرف صحيح أو غلط انطلاقا أيضا من القيم. هي كذلك مجموعة النظم والأعراف والقواعد الحاكمة التي تحدد أو تؤثر، لاحظ تحدد أو تؤثر، يعني كثير من الأشياء الآن نحن لا نفعلها مع أنه الإنسان يستطيع أن يفعلها لأنها تنافي القيم، تنافي قيم الإنسان. يستطيع مثلا يجي الطفل معه أموال، لماذا لا أخذها منه؟ طفل صغير لا عند قيم، وأنا أدرك وأنا أرسل طفل صغير في هذا المجتمع أنه سيحمل هذه الدراهم إلى المتجر ويعود دون أن يتعرض له أحد. لماذا؟ الناس حتى الغافل العاصي لله وعنده قيم تحكمه، ولذلك هذه القيم سنعرف أن معناها كبير وتأثيرها كبير. هي كذلك شحنات أخلاقية ومرجعية ومعيارية. لما نقول قيم معيارية دائما أقول أنا، ومن الطرائف أنه كان عندنا برنامج على الاحترام حتى تعرفوا، لما لأنه أنا مهم جدا التعريفات عنده. فطفلة صغيرة في ثالث ابتدائي قلت له أعطيني صندوق مناديل الورق، فلما جاءت به أخذته بهذه الطريقة، قلت له صح ولا غلط؟ قالت غلط. لاحظ الآن هي صغيرة تفهم، إذن في قيم. بعد ذلك حذفته كذا، قلت صحيح ولا قالت غلط؟ طيب إيش الصح؟ قالت تأخذه وتقول تسلم إيدك شكرا. فإذا هذه القيم، لما أقول أنا معيار بل تتضح جدا. الآن نحن تمشي أمامنا امرأة ما تكلمت، لكن قلت لهم يا شباب الآن يا بنات أقدر أقول المرأة هذه مش مؤدبة، كيف عرفت؟ قالوا لأنها قاعدة تلفت، لأنه لبسها غلط، لأنه ضحكت بطريقة مش صحيحة. لاحظ هذه هي القيم، ولذلك رسالة القيم كبيرة جدا. لما نرسخ هذه القيم أنت عملت ضمانات للمجتمع، هناك قوانين تحكم حركة المجتمع. فلما أقول هي يعني شحنات أخلاقية ومرجعية ومعيارية أيضا بحيث نحدد بها، هي تصورات ذهنية. طيب الكلام هذا بنت هذه مش مكتوب، ما قلنا له والله اللي يعمل كذا غلط، لكن لا هي تصورات، خلاص أخذت هذا المنهج. ورحم الله جدتي، أذكر نحن قبل المرحلة الابتدائية خرجت أنا وأختي التي تكبرني، رجعت أختي قالت والله يا راجل لابس كذا وشكله كذا، فجلدتها جدتي جلدة لا أنساها مثل اليوم، قالت ما عندك أدب، شفتي من ساسه لراسه نظرت للرجل. إذن هي قيم، وأنا بالقيم سأعلم الطفل كيف ينظر ومتى ينظر، كيف يتعامل مع الناس. ولذلك القيم لما أقول تصورات ذهنية، لما أقول معيارية، ينبغي أن يفهم هذا المعنى. وأنا حريص على التعريفات أركز عليها، لأنه عندنا خلط كبير جدا في الحديث عن القيم والأخلاق. الأخلاق لا تكون قيم إلا بشروط سنعرفها الآن، يعني كل خلق قد يكون خلق قد يكون قيم، ومع أنه في تصورنا الإسلامي المسألة متشابكة جدا ومتلاصقة جدا. هي حالة عقلية وجدانية يمكن يعني تعرفها في الأفراد والجماعات من خلال مؤثرات هي المعتقدات. طبعا هذا كأنه تعريف يشير لمكونات المعتقدات، الاتجاهات، الميول، الطموح، السلوك العملي، يعني هذا كله دافع يجعل الإنسان ينتقي، يصطفي بإرادة وتصرفات معينة. أنا الآن أرسل ولدي مكان في الخرطوم، الآن عارف ولدي كيف سيتصرف، سيطرق الباب، سيعمل كذا، سيتصرف كذا بناء على قيم. وربما هذه الأشياء لاحظوا هو ما درس هذه الأشياء. والجزء الأخطر في القيم وفي التربية هو الجزء الغير مكتوب، شاف أبوه كيف يفتح الباب، كيف يستأذن أمه، كيف تدخل كذا، يتصرف بناء على هذا. فإذا هو يختار أنشطة متكررة باختياره يصطفيها أيضا انطلاقا من منظومة القيم. طبعا تفسير القيم عند علماء الاجتماع كل أمر مرغوب فيه بصفة مشتركة، يعني المجتمع لما يكون عنده أشياء يرغب فيها هذه قيم بصفة مشتركة داخل مجموعة ما. القيم عبارة عن تنظيمات لأحكام تفصيلية عقلية انفعالية صريحة أو ضمنية نحو الأشخاص والمعاني ويعني الأشياء. في معجم التربية بأن القيم مجموعة معتقدات، القيم مجموعة معتقدات، عندنا القيم مجموعة معتقدات
واختيارات وأفكار تمثل أسلوب تصرف الشخص ومواقفه وآراءه، وتحدد مدى ارتباطه بالجماعة. طبعا كأن التعريف أيضا قريب من بقية التعريفات. عندنا تعريف معياري للقيم، وهي أنها أحكام معيارية تتضمن مثل أهداف صالحة للوجود الاجتماعي. طيب ننتقل إلى فقرة جديدة، وهي يعني القيم في المصطلح القرآني. وطبعا دي فقرة مهمة، لأنه في المصطلح القرآني نحن نريد أن نعرف يعني ماذا تعني هذه القيم. لو راجعنا أحكام القرآن والآيات الواردة نجد القيم وردت هذا المعنى أو اشتقاقات الكلمة وردت على أنها الوزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الفائدة، الثمن، الخيرية، وردت أيضا بمعنى الاستقرار، الثبات، التماسك. وردت أيضا بمعنى المسؤولية والرعاية. وردت أيضا بمعنى الاستقامة والصلاح. طبعا كل هذه المعاني مرادة يعني في البرنامج الذي نتكلم عنه. ما هي الأخلاق؟ طبعا حتى نوضح المسألة وحتى تتجلى ماذا نريد من القيم. الأخلاق جمع خلق، والخلق بالضم هو سجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها. الخلق بالفتح يعني الهيئة المدركة بالبصر، يعني شفت واحد طويل قصير سمين، هذا خلق. خلق يعني خص به القوة السجايا المدركة بالبصيرة. أقول حليم، ما شايف حليم يعني لونه شنو، الحلم هذا ما يوصف، ولكن هي مدركة بالبصيرة بالعقل الباطن وبالفطر. اصطلاحا الخلق طبعا عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، يتصرف الإنسان تصرف تلقائي. فإن كان الصادر أفعال حسنة سميناها أخلاق حسنة، وإن كان الصادر أفعال سيئة سميناها أخلاق سيئة. حسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة، إلى آخر يعني هذه المعاني الجميلة، وهي صورة الإنسان الباطنة. وأركان الأخلاق الفاضلة الصبر الحسنة، الصبر والشجاعة والعدل. طبعا هذا يساعدنا، الكلام واضح مكتوب، لكن يساعدنا في أن الأخلاق عندها تتفرع. سيأتينا أن الصبر هذا إذا كان في الحرب يسمى شجاعة، إذا كان عن الشهوات يسمى عفة، إذا كان عن المال يسمى زهد، إذا كان عند الغضب يسمى حلم. لاحظوا، هي صفة واحدة. لاحظ هذا المعنى الجميل، ولذلك هذا سيساعدنا جدا في أن الصبر متى يكون خلق ومتى يكون قيمة. القيمة بهذا التفرع، بهذه السعة. ولذلك الإمام ابن القيم وعلماء السلف جعلوا هذه أركان الأخلاق، قال فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى إلى آخره من الفضائل، والعفة تحمل على اجتناب الرذائل وإلى آخره، والعدل يحمل على اعتدال أخلاق الإنسان ويحمل على التوسط. طبعا عدل في كلامه، عدل في تصرفاته، عدل مع أعدائه، ولا يجرمنكم شنآن قوم من على أن لا تعدلوا. هذا العدل قيمة. الآن في ناس يعدل لكن مع جماعته، يعدل لكن مع المعاوف في المدرسة، تعدل لكن مع أولادها، مع كذا، لكن مع الآخرين لا يكون العدل قيمة إلا إذا كان قيمة مشاعة، إلا إذا عدلنا مع من نعرف ومن لا نعرف، إلا إذا عدلنا مع العدو ومع الصديق. ولذلك القرآن قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لناس على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وسيأتي إن شاء الله التمثيل لهذه الأشياء. أثر البعثة المحمدية على الأخلاق العربية. البعثة طبعا الكلمة مكتوبة غلط، لكن البعثة المحمدية، أثر البعثة المحمدية على الأخلاق العربية، وده معنى جميل جدا سيجلي لنا كثير من المعاني التي نقصدها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لهم أخلاق، بل العظيم سبحانه وتعالى ما اختار لرسالته بلاد فارس وقد كانت متطورة، ولا بلاد الروم وقد كانت متطورة، اختار لرسالته لرسول واد غير ذي زرع، اختار له الفطرة والكمالات، لأن هنا الغرس سيظهر، ولأن البيئة العربية صافية، الفطرة فيها سليمة. وحتى الفقه الإسلامي لما ذهب إلى تلك البلاد تغير ودخلت مدارس عقلية وتشابكات، ولكن البيئة العربية التي اختارها الله لرسالته ولرسوله كانت فيها أخلاق عالية، في أخلاق جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأخلاق العرب التي عندهم فتعامل معها بمحاور ثلاثة. المحور الأول أخلاق جيدة عززها وربطها بالله، ودينا سميها نحن حولها إلى قيم.
يعني العربي كان كريم، لكن كريم إذا مدحوا قبيلته، وإذا ما مدحوا قبيلته جاه الفخر والافتراء والتكبر، يقول ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. العربي شجاع لكن إذا مدح وشكر. العربي لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أولا حي هذه القيم، الغيرة، العزة، الكرامة، الشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم حي هذه القيم، لكن أولا عززها يعني أيدها وربطها بالله تبارك وتعالى. فأصبح العربي الآن كريم، ليس لأجل أن تمدح القبيلة، لأنه معناه إذا ذم القبيلة سيتوقف، لكن الآن هو كريم لأن الله هو الكريم، ولأن الله يحب الكرم، ولأن الله الكريم محبوب، ولأنه ينال حسنات وأجر وثواب عند الله. فإذا المحور الأول أخلاق جيدة عززها النبي صلى الله عليه وسلم وأيدها وربطها بالله فحولها إلى قيم. هنا بدأت تتجلى الفرق بين الأخلاق والقيم. أخلاق هذا خلق شيء محدود، لكن لما يصبح قيمة يصبح مشاع، يصبح لا يتغير وإن تغير الزمان وإن تغير الناس الذين حوله. النوع الثاني أخلاق معوجة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصحى عوجها وصحى فهمهم لها، ويسموها قيم مضطربة أقامها. مثلا العربي كان يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، العبارة على إطلاقه، يعني يضارب مع جماعته، مع قبيلته، مع أهله، دون أن يلتفت. حتى شعرهم كان يقول يعني لا يندبون أخاهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. جاء لقى قريبه داخل شكله يدخل بدون ما يقول له السبب شنو، أنت غلطان، عملوا لك شنو، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهذه قيمة مضطربة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدلها، أعاد العبارة، قالوا يا رسول الله قد علمنا ننصره مظلوم، فكيف ننصره وظالم؟ قال أن تحجزه عن الظلم فذلك نصر له، أن تحجزه عن الظلم فذلك نصر له. وهذا معنى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن وجه صحها الفئة، فهي قيم مضطربة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. في أخلاق جديدة نسميها قيم جديدة جاء بها الإسلام، ونضرب لها مثال بالإيثار. يعني الإيثار معروف أنه الأمم الأخرى تعرف أنه والله أكل شبع الباقي يوزعه، فلوس زادت يوزع، لكن الإيثار أنه أنا جاي أعطي طعام للآخرين، ظمآن أعطي ماء للآخرين. هذه ما عرفت، ولذلك بعض علماء الترجمة واللغات يقول الكلمة هذه ليس لها مقابل، يعني ليس لها مقابل في اللغات الأخرى، لأنهم لا يعرفوا. يعرف صحيح ما يقصر، عنده أموال كثيرة يأكل ويتصدق، وفي كفار عندهم جمعيات خيرية، وعبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل خير، موجودين، وهؤلاء ليس لهم عند الله جزاء، لكن في الدنيا يأخذ عافية وبركة وأموال وسعادة، يأخذ أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا الإضافة الجديدة قيم جديدة أضافها، ما كانت العرب تعرفها، النبي صلى الله عليه وسلم أضافها مثل الإيثار. الفرق بين الأخلاق والقيم، طبعا احنا قلنا هذه المعادلة في الإسلام يمكن واضحة، لأن الإسلام عنده الأخلاق تتعانق مع القيم، لأنه عندنا ما يعتبر صادق إذا كان يصدق كل مرة لكن كذب له مرتين كذا ثلاثة، هذا لا، هذا خلق. ما ينفع الرحيم إذا كان يرحم ناس دون ناس. ولذلك حتى أجلي هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القسوة وسوءها وكذا، ومن لا يرحم لا يرحم، يعني تعليمات شديدة. الصحابة قالوا إنا لنرحم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك، ليس برحمة أحدكم أخاه أو زميله أو صاحبه. يعني الآن نحن نرحم من نعرفه، نرحم أولادنا، أولاد الجيران، أحبابنا، قرائبنا، هذا خلق. قال ولكن رحمة الكافة، اليوم الذي نرحم فيه من نعرف ومن لا نعرف، المسلم والكافر والحيوان البهيم والقط هذا يوم نرحم، هذه قيمة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسلام، السلام هذا خلق. متى يكون قيمة؟ لما تقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. لما نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، الآن في ناس يسلم على اللي يعرفه، وفي ناس ما عندهم مذهب، إذا ما تعرف سلمت يقول من مثل المعرفة، عاوز حاجة، عندك حاجة، ماذا تريد؟ هذا طبعا غياب لهذه المعاني الجميلة. لذلك السلام يظل خلق حتى يصبح مشاعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفت وعلى من لم تعلم، حتى كما قال النبي أفشوا السلام بينكم. كذلك الصدق، مجرد الصدق لا يكون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق،
حتى يكتب عند الله صديقا، صديقا تحت خطين، هذه القيمة. والصديق هذا يعني صادق في نيته، في إرادته، في تعامله، في كل ما يأتي به، حتى في كلامه، في ابتسامه، كلها يدخل فيها الصدق، في النية. هل هو صادق في العزيمة؟ هل هو صادق؟ ومن صدق العزائم الجميل يقال أن الإمام البخاري اشترى حاجة بـ60 وأراد أن يبيعها بـ90، أراد أن يبيعها بـ90، فجاء من يقول له يعني هذه تساوي أكثر من هذا، جاء من يقول له هذه تساوي 200، قال لا لن أغير عزمي، يقول أنا نويت وعزمت إنه أبيعها بـ90. انظروا كيف كان قيم حملة السنة، حملة هذا الدين العظيم، ما في واحد بينه، هذا لا يعلم إلا الله العظيم، هو يقول خلاص أنا ربحان وعزمت ولا أريد أن أغير عزمي، في الصدق حتى مع النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لما قال ما اتبعتك على هذا ولكن على أن أرمى بسهم من هاهنا فيخرج من هاهنا فأدخل، قال إن تصدق الله يصدق، جاء به رمي بالسهم في نفس المكان، قال صدق الله فصدق. إذا لما تصبح القيمة مشاعة بهذه الطريقة أصبحت قيمة.